بتصدقوا انه محمد صلاح سافر تيعمل تأمين لأجره؟ في تقرير مصري بيقول انه صلاح عنده تأمين ضد الإصابات بمبلغ 100 مليون استرليني، وهالشي بيخضعه لأجراء العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي لليفربول. وصح بتلاقوا الموضوع غريب شوي، بس صلاح ما كان الوحيد اللي عمل هالتأمين. مثلاً إيكر كاسياس حارس مرمى منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق كان عامل تأمين على إيديه بقيمة 15 مليون يورو سنة 2007. وكريستيانو رونالدو الأسطورة البرتغالية ونجم النصر السعودي أمن على أجره ب 103 مليون يورو، والتأمين عمله ريال مدريد سنة 2009 مع انضمام اللاعب للنادي. كمان جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق أمن على أجره ب 100 مليون يورو. ومن زمان ديفيد بيكهام كمان أمن على أجره ب 177 مليون يورو. وأخيرا أعظم وأكبر بوليس التأمين لواحد من أعظم اللاعبين بالتاريخ، ليونيل ميسي، مأمن على أجره الشمال أكيد بمبلغ 750 مليون يورو. والله فكرة حلوة الواحد يأمن على إيده أو أجره بمليون يورو مثلاً.